صباح الخير صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلياتكم تكونوا بخير. انتم عم تتفرجوا على فيديو اليوم. انا هلا جيت الصبح على الشغل وشفت الشغل اللي عم بيسوي البرة، لسه مو مبلش فيها. اجتني فكرة انه ليش ما بصور لكم الطريقة مشان انتم كمان تتعلموا. شو رايكم؟ خلينا اول شي نسوي القهوة. هنيك غلط، ما في بطارية. هلا الساعة 6:10. وهلا هيك خلينا نبلش ونقول بسم الله. هلا هو عمل تقريبا 12 كيلو طحين وضاف عليها 9 لتر مي، بس بما انه يعني نحن بالبيوت بنعمل كمية اقل، حكيته انه مثلا بالكاسات ولا بالكيلو، هو يعني حكالي على 5 كاسات تقريبا، بتجي تقريبا نص كيلو او اكتر. قال 5 كاسات طحين وكاستين مي دافية يعني، ويمكن ياخد هيك شوي مي زيادة او تكتروها او يعني تنقصوها حسب الطحين، يعني بيختلف من طحين لطحين. ونص ملعقة صغيرة ملح وبس، ما بدها لا خميرة ولا شي. وطبعا مو كل البيوت فيها عجانة، الله عطانا الايد ليش مشان نعجن فيها كمان. كل خير وبركة. هلا هو خلص هون العجين، هو فورا رح يبلش بالعجين بأول مرحلة، لأنه العجانة يعني بتحمل العجين كتير، مو مثل لما نعجن على الايد. بس انتو رح تتركوها شي 15 دقيقة. هلا هو هون رح يبلش بالعجين، انتو كمان رح تعملوا مثله، تفردوا هيك العجين على شكل طولي وتقطعوها لقطع، يعني تقريبا 4 لـ5 قطع. وهلا بعد ما خلص من هالمرحلة اجت هلا المرحلة الثانية. هلا رح يقرص هالعجين كلياته. هلا هون بعد ما خلص من مرحلة التقريص، هلا رح يدهن وش العجين كله بالسمنة او بالزبدة. وبعدين رح يصف كلياتهم جنب بعض هيك، ورح يتركها شي 20 دقيقة. وهلا هون اجينا للحشوة. الحشوة حسب الرغبة. هلا نحن للفرن بنسوي بس جبنة لحال وسبانغ لحال وسبانغ وجبنة مع بعضها، وكمان بنسوي لحمة مفروم مع نقلية مع بصل، وهذا صفار البيت. وهلا رح يجهز الزيت، لانه البرة بتنفرد بالزيت طبعا. وهلا هون المرحلة القبل الأخيرة، شوفوا كيف بيفرد العجين وبيصف كل 4 قطع عجين فوق بعضها. قال وصبايا بهاي المرحلة كمان لازم تستنوا على العجين تقريبا من 1/4 ساعة لنص ساعة لحتى يطرى العجين وينفرد معكم بكل سهولة. صراحة كنت حابة أصور بدقة أكتر لما كان يلف العجين، بس هو الشخص اللي عم يشتغل ما حب إنه أطالع وجهه على الكاميرا، لهيك اكتفيت بهالتصوير.
وهلا تقريبا وصلنا لاخر الفيديو. بتشكر كل حدا حضر معي الفيديو للاخير، واذا حبيتوا الفيديو يا ريت حطوا لي لايك ولا تنسوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس. بحبكم كتير، وهلا اتفرجوا على البرك لما هن يطلعوا من الفرن، ريحتهم بتشهي، والاهم انه كتير طيبين. سلام.